الفيديو بتاعنا النهاردة لكل الناس اللي مهتمة بالسيناريو أو بالإخراج أو بالتمثيل. النهاردة أنا جاي أكلمك عن رسم الشخصيات characterization. النهاردة هتكلم معاك عن إزاي ترسم الشخصية الدرامية بتاعتك. أي شخصية درامية ليها الثلاث أبعاد. البعد الأول هو البعد المادي. يعني إيه كلمة مادي؟ كلمة مادي يعني شيء ملموس، حاجة أقدر أشوفها أحسها، زي مثلا السن، طفل من 5 لـ 8 سنين، مرحلة العشرينات، 50-60. كمان أقدر أحدد الشكل، ليه أصول أجنبية، أسمر أبيض أشقر، شعرها طويل شعرها قصير، عينيها ملونة. الشكل أقدر أحدده. البعد الثاني للشخصية هو البعد الاجتماعي. يعني إيه بعد اجتماعي؟ بعد اجتماعي ده مرتبط بالبيئة اللي بتعيش فيها الشخصية، المستوى التعليمي، المستوى الثقافي. وخلي بالكم ان المستوى التعليمي مختلف عن المستوى الثقافي. ترتيبه ايه في وسط اخواته، علاقته بابوه وامه. نيجي بقى للبعد الثالث للشخصية الدرامية بتاعتنا، البعد النفسي. يعني ايه بعد نفسي؟ اولا البعد النفسي ده هو نتاج البعد المادي والبعد الاجتماعي. دكتور رنا انا لسه ما فهمتش، تعال نتكلم شويه عن البعد النفسي. البعد النفسي ده هو كل اللي انا حكيت لك عنه. ايوه، يعني نوعك، شكلك، سنك، طريقه تعليمك، طريقه تعاملك مع اخواتك، طريقه تعامل والديك معاك، كل ده بينتج عنه تصرفاتنا. كل الحاجات اللي محيطه بيك هي اللي عملت شخصيتك. يعني اي موقف هتتحط فيه، هتتصرف ازاي، هتتكلم ازاي، نتاج البعد المادي والبعد الاجتماعي. ارجع بقى واتكلم مع كل الناس اللي مهتمه بالسيناريو او بالاخراج او بالتمثيل، انا بقولك ابني ابعاد الشخصيه بتاعتك حتى لو هي مش مكتوبه في السيناريو، لان الطريقه دي هتخليك تعرف الشخصيه الدراميه بتاعتك بتتكلم ازاي، بتتصرف ازاي، بتلبس ايه. كل ده من خلال بناء ابعاد شخصية بتاعتك وتبني لها هيستوري حتى لو ده مش مكتوب في السيناريو. وهعمل لكم اكيد فيديو تانية نتكلم عن بعض الشخصيات الدرامية ونحللها مع بعض. باي باي.